صباح الخير وصباح الهنا وصباح الفل على اهلنا جمهور الاهلي. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يا صباح الخير. صباح الفل عليكي وعلى كل الناس الجميله اللي بتابعونا، جمهور النادي الاهلي العظيم. عايزين بقى خلاص مش محتاجين نفكر حضراتكم، احنا ان شاء الله هنكون معاكم، وعايزينكم بس تظبطوا ساعاتكم معانا. كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 10 الصبح للساعه 12 الظهر هيكون لينا ميعاد وحلقه جديده من البرنامج. صباح الفل عليكم. مختلفه طبعا، وزي ما احنا كنا بنقول احنا عندنا الهاشتاج 10 الصبح في الاهلي، يا ريت تبعتوا لنا عليه لان هو ده همزه الوصل ما بيننا. احنا الفكره كلها ان احنا عايزين ننقل وجهه نظر حضراتكم وارائكم واقتراحاتكم وكل حاجه، واحنا هنعرضها باساميكم ان شاء الله. هيبقى في 5 دقايق مخصصه كل يوم معانا في الحلقه علشان نعرض الاراء والتفاعل اللي على السوشيال ميديا. بمناسبه السوشيال ميديا، انا عندي موضوع كده سريع عايزه برضه اتكلم مع حضراتكم فيه. امبارح انا كنت قاعده على تويتر تقريبا طول الوقت، ودي حاجه غريبه. انا السوشيال ميديا علاقتي بيها كريم ما هياش قويه قوي، يعني انا مش من الناس اللي اروح اخرج اتعشى اصور الاكل اصور نفسي سيلفي كتير، مش انا خالص. بس اول مره اقعد بهذا الكم من الوقت قاعده على تويتر. ليه؟ لان انت طول ما انت قاعد انت ناس عماله تكلمك من الجمهور، ناس عماله تكلمك من المشجعين بتوع الاهلي، عمالين يبعتوا لك وكلام حلو وتفاعلات حلوه، لدرجه ان في ناس كمان في امبارح حاجه غريبه قوي حصلت، الفيك اكونتس اللي انا بعتها. ده موضوع غريب جدا. انا قلت ان احنا هنتكلم عليها النهارده في الحلقه لان دي نقطه برضو فيها حاجه عجبتني. لما يبقى عندك ناس بتحبك وجمهور بيشجعك وفي ظهرك، وزي ما انا قلت كده انت وسط اهلك، ده الهاشتاج دايما اللي انا بستعمله. فالناس من كتر ما هي خايفه عليك، امبارح كذا حد لقيته بيبعت لي هو انت هو الاكونت ده بتاعك ده حد عامل اكونت باسمي لوحده كده جديد عليه مش عارفه 500 فولور لسه عامله وباسم كريم وحاطط صورنا والباك جراوند بتاع البرنامج وبتاع وبيحطوا بوستات، يعني البنت اللي قايله ان انا هون سير بتحط بوستات ويا رب تدعوا لي ونورتونا ومش بصي انا مش مستوعب الحكايه دي، غريبه جدا. يعني فكره ان انت، انا عارف ان ممكن يبقى حد عنده فانز عنده ناس معجبين وكلام من، بس بيبقى في التواصل التقليدي بين مثلا الفنان مثلا او بين الاعلامي وبين الجمهور، لكن ان حد يحط صورتك ويعمل اكونت على الاكونت بتاعك ويتعايش مع ناس كانه انت، دي غريبه جدا. المشكله بقى كمان في حاجه ان انت ما بتبقيش ضامنه كواليتي الكلام اللي بيتقال ايه، والناس مش عارفه الحقيقه فين، فممكن جدا تتخيل ان مثلا نهواند هي اللي معلقه التعليق ده او ان نهواند هي اللي مصرحه التصريح ده، فده الجزء اللي مش مظبوط قوي الحقيقه في التفصيله دي. انا بتفق معاك جدا بصراحه. فعلى كل حال يعني احنا اللي انا بقوله مش فارق معايا بصراحه اي اكونت يتعمل، اصل ده ممكن غيره، يعني حتى ده لو اتقفل ممكن اي حد يعمل اكونت. الاكونتس بتاعتنا طبعا معروفه وعليها كل الناس اللي احنا بنحبها. وفي نفس الوقت بس اللي انا كنت عايزه اقوله هي شكرا للناس اللي هي همها او يعني خايفه علينا، دي النقطه اللي كانت فارقه معايا جدا. فحبيت بس ابدا لان انا وعدتهم امبارح ان انا هقول ده. دي نقطه مهمه اللي انت بتتكلمي فيها الحقيقه. طبعا